السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي. ما حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الأولى متوسط. المقطع الثالث، عظماء الإنسانية، تحضير الناس فهم المنطوق، محمد البشير الإبراهيمي، صفحة 52، شرح المفردات زائد أفهم النص زائد الأفكار. نبدأ أولا مع قراءة النص. محمد البشير الإبراهيمي. ولد محمد البشير الإبراهيمي يوم 14 جوان 1889 بأولاد براهم برأس الوادي بولاية سطيف، حيث تلقى تعليمه الأول، فحفظ القرآن الكريم ودرس بعض المتون في الفقه واللغة العربية. وفي سنة 1911 توجه نحو المشرق العربي، فمر بالقاهرة والمدينة المنورة بالحجاز فأقام فيها وتفرغ للدراسة كطالب مترددا على أساتذة اللغة والدين، ثم انتقل إلى دمشق عام 1916 واشتغل بالتدريس وحاضر في النوادي والمساجد. بعودته إلى الجزائر شرع في التعليم مواصلا نشاطه ضمن الجمعية كشخصية بارزة مؤثرة. وأثناء حوادث ماي 1945 خد الإبراهيم إلى السجن، ثم أعلنت الحكومة الاستعمارية عفوها العام وتم إطلاق سراح الشيخ البشير الإبراهيمي. ولم يتوقف نشاطه، فسافر سنة 1952 إلى بعض المدن البلدان العربية والإسلامية، ملتمسا من بعض حكوماتها أن تخصص منحا للطلبة الجزائريين. وعندما اندلعت الثورة الجزائرية كان البشير الإبراهيمي خارج الوطن ومد يده للثورة وعمل في خدمتها. وفي هذه الفترة من حياته احتل مكانتين مكانة سياسية ومكانة فكرية، فهو في الأولى يعمل متنقلا لخدمة الثورة الجزائرية، وفي الثانية انتخب عضوا مراسلا سنة 1954 في كل من المجمع العلمي بدمشق والمجمع اللغوي بالقاهرة. وهكذا بقي خارج الوطن طيلة سنوات الثورة، فلما تحررت الجزائر عاد إلى وطنه ليشهد الاستقلال بكل جوارحه، ذلك الاستقلال الذي كان قال عنه يوما: إنه جنة لا يعبر إليها إلا على جسر من الضحايا، ويشاء القضاء أن يرحل عنا ويلتحق بالرفيق الأعلى. يوم 19 ماي 1965 فودعته الأمة الجزائرية بقلوب حزينة وعيون دامعة. انتهينا قراءة النص، ننتقل الآن إلى أفهم كلماتي. تفرغ للأمر، حصل مجهوده فيه، مترددا، ذاهبا مرة بعد أخرى، حاضر، حضر، قدم محاضرة، قيد، أخذ مكبلا بالقيود، شرع، بدأ، ملتمسا، طالبا. أفهم النص، عما يتحدث الكاتب في هذا النص؟ يتحدث الكاتب في هذا النص عن البشير الإبراهيمي. ماذا تعرف عن البشير الإبراهيمي بعيدا عن النص؟ البشير الإبراهيمي رائد النهضة الفكرية في الجزائر، اهتم بإصلاح العقيدة أولا، أسس مع الشيخ عبد الحميد بن بادي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكان رئيسها. بعد وفاته وأعاد إصدار جريدة البصائر. أذكر بعض البلدان التي تشرف البشير الإبراهيمي بزيارتها. من البلدان المدن التي زارها البشير الإبراهيمي: القاهرة، المدينة النبوية، دمشق. أذكر بعض الوظائف أو الأنشطة التي مارسها الإبراهيمي. من الوظائف والأنشطة التي مارسها الشيخ محمد البشير الإبراهيمي: التدريس، الصحافة، مناضل. دلنا من النص على المواقف التي تؤكد وطنية البشير الإبراهيمي.
لما اندلعت الثورة، قال الكاتب: لما اندلعت الثورة مد الكاتب يده لها، عمل على خدمتها. لما تحررت الجزائر عاد ليشهد الاستقلال. الفكرة العامة، إبراهيم رجل كرس حياته للوطن. الأفكار الأساسية، الفكرة الأولى ظروف نشأة الإبراهيم، الفكرة الثانية رحلاته وأسفار، الفكرة الثالثة مواقفه الإنسانية والوطنية. المغزى العام، العظماء يموتون لكن تبقى أعمالهم خالدة تذكرنا بهم على مر أزمات. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.